لي أخ أكبر مني سنا وقد تزوج من امرأة وأنجب منها أولادا، وحصل خلاف بينه وبين زوجته ووقع فيه طلاق، ثم تزوج من امرأة ثانية غير الأولى، وطلب أن يسكن أولاده من زوجته الأولى معه في منزله ومع زوجته الثانية، فرفضت أمهم أن تفارقهم وسكنوا جميعا في منزل والدهم وهي طالق منه، فهي تسكن معه الآن في نفس منزل زوجته الثانية، فهل في ذلك شيء أم لا؟ لا يجوز لها أن تسكن في بيت رجل قد طلقها وهو يدخل في هذا البيت ويدخل غيره من غير محارمها، لا يجوز لها أن تسكن في بيته وقد طلقها وانتهت علاقته بها. أما لو كان لها بيت مستقل هي وأولادها وهو لا يتعلق به سكن المطلق ولا يدخل عليهم ويسكن معهم فلا بأس بذلك. أما والحال أنها بقيت في بيت الزوجية وهي مطلقة وكأنها زوجة له يدخل عليها وما أشبه ذلك من اللوازم فهذا لا يجوز لها، واجب عليها أن تبتعد عنه وأن تكون في بيت مستقل لا يحصل به فتنة أو محذور. نعم. هذا الحكم في حالة لو كان الطلاق بائنا منه أو حتى لو كان الطلاق رجعي. سؤالها أنه طلاق بائن، أما إذا كانت رجعية في العدة كان الطلاق دون الثلاث وهي في العدة هي تبقى في بيته وتسكن معه، قوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة، هذا في المطلقة الرجعية ما دامت في العدة. أما المطلقة البائن إنها ليس لها سكنى ولا تبقى في بيت الزوجية بعد الطلاق. بارك الله فيك.